لا تضع العثرات في طريقك. إرند شيرر. Still der selbst kein Bein. لغة الكتاب الرئيسي واللغة الألمانية. موضوع الكتاب النجاح. شوفي بالمحتويات بعد التعريف بالكتاب المقدمة المؤلف. الحياة المتوازنة. الطاقة لحياتك. النجاح لحياتك. الإبداع لحياتك. المعارف وعلاقات لحياتك. الإبداع لحياتك. الوقت لحياتك. السلوك الحياتي. امنح نفسك فترة للراحة. المزعج في هذه التطورات هو أنها تتسلل دوما خلصة وببطء إلى حياة الإنسان، وهذا ما يمكن تشبيهه بنزلة البرد السكان التي غالبا ما تبدأ بسعال بسيط لن تترث له، وغالبا ما نلجأ إلى المناديل الورقية فقط، ثم تأتي مرحلة آلام الحلق والسعال الشديدين، تليها دون شك آلام المفاصل والأطراف وارتفاع درجة حرارة الجسم. بعدها يشعر الإنسان أنه ليس على ما يرام، لكن من ذا الذي يلجأ إلى الفراش بسبب زكام بسيط، وخصوصا وجود الصيدليات والأدوية وهكذا متابعة من دون اكتراث، ولكن قريبا جدا سيضع في الجسم إلى درجة يرفض مع القيام بالواجبات. هنا يجبرنا نظامنا الداخلي وربما مع حمى مزعجة على اللجوء إلى السرير لأيام مطولة، ولعل من مر بمثل هذه الحالة يعلم تماما أن معايشة نزلة البرد المتسلل إلى الجسم أسوأ بكثير من أن يقل الإنسان صحته شر ذلك، ويأخذ لنفسه قسطا من الراحة ويتجنب الوقوع بالمرض قبل حدوثه. وقد قيل درهم وقاية خير من قطعة علاج. ممكن أن تحمي نفسك من مثل هذه الحالات بأن تحيا حياة واعية وتقوي نظامك المناعي بالتغذية الجيدة وممارسة القدر الصحيح من الرياضة. كذلك يوجد لحياتك العامة برنامج حماية بسيط وجيد، إنه تدرب الحياة الذي يناسبك جدا، وبشكل خاص عندما يصورك شعور بأن حياتك غير متوازنة ربما بدأت تلاحظ بوادر ذلك الخلل في نفسك. إن مؤشر سعال بسيط في حالة النسل الصدرية الذي يبدو أمرا غير بارد في البداية ثم يتطور إلى أمور مزعجة فيما بعد، وفي الحياة مثل ضغوط العمل التي تبدأ بسيطة، أو مثل فقدان الوقت اللازم لممارسة القليل من الرياضة أو الشجار المستمر مع الشريك. لا تهمل هذه المؤشرات، بل يجب أن تأخذها على محمل جد تماما. هنا يمكن أن تكون فترة من الراحة أفضل وسيلة للوقوف مع الذات والإمساك بزمام الأمور لتلافى الوصول إلى ما هو أسوأ. هذا يعني تحديدا أن تأخذ لنفسك ساعة من الراحة مستغلا هذا الوقت لمراجعة حساباتك وطريقة حياتك بمنتهى الراحة والهدوء. لا يهم أن أمضيت هذه الساعة في الساونا أو بسير هذا في الحديقة أو مع كأس من الشراب أو توسدك على عريكتك في المنزل. وربما في أحد أماكن العبادة المهم أن تخلو بنفسك وأن تسترخي تماما بعيدا عن أي توترات، ولتلافي أي ازعاجات ابتعد عن أي هاتف وأقفل هاتفك الجوال. بمساعدة تمرين التدريب الحياتي المذكور في نهاية هذا الفصل، شد قوس لتصيب الهدف، يمكنك الوصول إلى نتيجة مثالية من هذا الوقت المستقطع الذي أخذته لنفسك لمراجعة طريقة حياتك. أهمية الاستمتاع يؤدي الاستمتاع إلى التناغم والانسجام الجيدين بين كل من العقل والنفس والجسد. صدق ولا تصدق أن هذه الطريقة مثبتة أيضا علميا، فقد أثبتت التجارب الشاملة التي أجريت في معهد أبحاث الاستمتاع بمدينة نورنبرغ بألمانيا أن التمتع بمكونات الحياة أثر الإيجابي على وجود الإنسان بشكل عام وتقوية النظام والمناعي لمقاومة مصنفات الأمراض. كما تبين من التجارب أن أكثر من ربع المواطنين الألمان غير مؤهلين أو قادرين على الاستمتاع. إذا فأنت عندما تشتهي وتتناول قطعة شوكولاتة من الشوكولاتة في بعض الأحيان أو تزدرد قليلا من المثلجات أو كأسا من الشراب فأنت لا شك تستمتع بذلك. ستساعدك هذه المتعة على جريان الطاقة الحياتية خلال جسدك دون إعاقة، وهذا كما رأينا سابقا والشرط الأساسي لأن تستمتع بحياتك بالكامل. التعلم مدى الحياة يحقق الحياة. قد لا ترغب التعلم لأن شخص ما ينشرك على ذلك أو لأنك تظن بأنك تحتاج لذلك في حياتك المهنية فقط، لكنك تقدم على العلم والمعرفة لأنك منفتح على كل جديد وترغب التطور الإيجابي. وقد تبين لك أن التعلم المستمر هو الشرط الأساسي لتحقيق الحياة المتكاملة. لذا فأن نصيحتي لك للتدرب الحياتي تنص على ملي. إن أردت أن تكون منافسا وتطور أداك المهني والاجتماعي فعليك أن لا تتوقف عن التعلم واكتساب المعرفة والخبرات، لأنك بهذه التركيبة المتكاملة لن تخسر ولن تقهر وستنضم تلقائيا إلى قائمة الناجحين المتفوقين. الاقتراب من المشكلة. المرحلة الأولى هي التحضير. الدنو اقترب من المهمة أولا بتأني وتمعن. اكتب المشكلة المراد حلها بجملة واحدة وابدأ بتحليلها.
وعندما يتضح عرض المشكلة تماماً، ابدأ بجمع كل ما تستطيعه من معلومات حولها وابدأ بتقييمها. تستغرق هذا المرحلة كثير من الوقت والجهد. كتاب لا تضع العثرات في طريقك، لبرنت شرر.